أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، طلبتنا الأعزاء في جامعتنا الغراء، جامعة الإسراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد لقاؤنا مع الفصل السادس والتدريب في الإدارة، حيث تحدثنا في التسجيل السابق عن التدريب، واعتبرناه من أكثر المواضيع أو الموضوعات التي يتم الاهتمام بها باعتبارها مدخل لتطوير السلوك والأداء لدى العاملين، وبالتالي زيادة كفاءة أدائهم لأعمالهم في المؤسسات، وبالتالي زيادة كفاءة المؤسسة أو المنظمة ككل من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة الربحية في المؤسسات الخاصة، أو تقديم خدمات ذات جودة عالية وتلقى استحسان الجمهور في الخدمات أو المؤسسات العامة. تحدثنا عن مفهوم التدريب، واعتبرناه أنه عملية تبادلية لتعليم وتعلم مجموعة المعرفة والأساليب المتعلقة بالعمل. وقلنا أن التدريب باختصار عبارة عن عملية لنقل المعرفة وتطوير المهارات، وأن التدريب يسعى باستمرار لرفع مستوى الأداء من خلال زيادة المعارف وزيادة المهارات والاتجاهات الإيجابية لدى الأفراد العاملين، بالإضافة إلى السعي المستمر لتغيير السلوك بما يتلائم مع زيادة إنتاجية وكفاءة المنظمة. وأن التدريب كان له دور مهم، إذ أن نجاح التدريب يعود على المنظمة بمجموعة من المزايا. وتطرقنا أيضا إلى الأهداف الخاصة بالتدريب، باعتبارها أن هذه الأهداف يعني هي عبارة عن نتائج يتم تصميمها وإقرارها قبل البدء بعملية التدريب، من أجل تحسين المستوى، من أجل تغيير السلوك، من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية. كما تطرقنا في حديثنا عن التدريب عن أهدافه أيضا من خلال تصنيف هذه الأهداف المتعلقة بالتدريب، وتحدثنا أن هناك أهداف روتينية وأهداف تدريبية تخص أو تقوم على حل المشكلات، بالإضافة إلى الأهداف التدريبية الابتكارية، قبل أن ننهي حديثنا في اللقاء السابق والحديث عن العلاقة بين التدريب والتعلم والاختلاف بينهما في جدول واضح شرحناه بمجموعة من النقاط، وقفنا من خلالها على أهم الفروقات والاختلاف بين عمليتي التدريب وعملية التعلم. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل حديثنا في هذا المجال، ونبدأ حديث هذه المحاضرة المسجلة بالحديث عن تحديد الاحتياجات التدريبية. تحديد الاحتياجات التدريبية، فالاحتياجات التدريبية خطوة مهمة لابد منها. لابد أن نحدد ما هي الاحتياجات التدريبية قبل أن نقوم بعملية التدريب، حتى نتعرف على أوجه القصور، أوجه النقص لدى الأفراد العاملين في المنظمات الخاصة أو العامة. فيعتبر تحديد الاحتياجات التدريبية نشاط، وهذا النشاط لا ينفذ مرة واحدة أو عدة مرات، هذا النشاط يتم تنفيذه ويتكرر طالما أن المنظمة أو المنشأة قائمة، طالما أنها على قيد الحياة، ما دامت تعمل وتقدم إنتاجاً. فالفرد الذي يقوم بالعمل وهو أساس ورأس مال المنظمة الأساسي يحتاج إلى تدريب من أجل أن يكمل مسيرة العمل ويؤدي عمله على أسلم طريقة وأفضل طريقة. والتدريب وتحديد الاحتياج لا يتم مرة، كما أن التدريب يحتاجه الفرد عدة مرات مهم في كل تغير للظروف التي تستدعي أن نقوم بإعادة تدريب هؤلاء الموظفين أو العاملين من أجل رفع كفاءتهم
أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يكونوا أكثر تشرباً وفهماً للتغيرات الحادثة في المجال العمل. ما هو مفهومنا للاحتياجات التدريبية؟ نسمع الاحتياجات التدريبية. ما هو مفهوم الاحتياجات التدريبية؟ الاحتياجات التدريبية هي جملة التغييرات المطلوب إحداثها، هي تغييرات مطلوب إحداثها، لأن الاحتياجات تحدد قبل بدء عملية التدريب، فبالتالي الاحتياجات هي التغييرات التي يتطلب أو مطلوب إحداثها، وهي التغيرات التي نأمل أن تحدث مستقبلا. طبعاً إجابة، فالاحتياجات التدريبية هي جملة التغييرات المطلوب إحداثها في معارف ومهارات واتجاهات الأفراد بقصد تطوير الأداء، بقصد السيطرة على المشكلات التي يمكن أن تواجه الفرد في الأداء وفي الإنتاج. مرة أخرى، الاحتياجات التدريبية عبارة عن مجموعة من التغييرات المأمول والمطلوب إحداثها. طبعاً مجال إحداث هذه التغييرات هي في المعارف وفي المهارات وفي الاتجاهات وفي السلوك للأفراد. نقصد من هذه التغييرات التطوير، التحسين على أداء الفرد، إمكانية السيطرة على المشكلات وحلها التي تعترض الفرد في الأداء أو في عملية الإنتاج أثناء قيامه ومباشرته لعمله في المنشأة. تحديد الاحتياجات التدريبية هي نوع من التخطيط، وهي خطوة أساسية تسبق أي عمل تدريبي. لا يمكن أن نباشر عملية التدريب قبل أن نقوم بتحديد الاحتياجات التدريبية، فهي خطوة أساسية لابد أن تسبق أي عمل تدريبي، ويتطلب أن نقوم في حديثنا أو تحديدنا للاحتياجات التدريبية بتوفير إجابة عن مجموعة من الأسئلة. ممكن نتحدث عن سؤالين أساسيين، هما: من هم الأفراد المطلوب أن يخضعوا لعملية التدريب؟ إذا أردنا أن نحدد الاحتياجات التدريبية، أولا بنحدد الفئة المستهدفة بالعملية التدريب. من هم الأفراد المطلوب تدريبهم وأن يخضعوا لهذا البرنامج التدريبي؟ السؤال الثاني اللي يجب نحضر له إجابة، ثم ما هو نوع التدريب المطلوب لهؤلاء الأفراد؟ ما هو مستوى التدريب المطلوب لهؤلاء الأفراد؟ فإذا تم تحديد الأفراد ابتداء الذين يحتاجون للتدريب، يصبح بعد ذلك من السهل تحديد نوع التدريب المطلوب لهم. أما نوع التدريب المطلوب لما نتحدث عنه، فهو عبارة عن تزويد هذا الفرد، هذه الفئة التي قمنا بتحديدها لتتناول أو تخضع للبرنامج التدريبي، مطلوب تزويدها بالمعارف الجديدة أو تجديد للمعرفة القديمة الموجودة أصلاً لدى هذه الفئة أو الأفراد، أو معرفة طرق جديدة، أحب أن نزودها بطرق جديدة، أو خبرات مطلوب تزويد العاملين بها حتى يتمكنوا من التغلب على مشاكل العمل المتجددة بصفة مستمرة، أو تزويدهم عن طريق التطبيق العملي لوسائل رفع معدلات الأداء في مجال معين، أو أيضاً إحداث تغيير في السلوك والاتجاهات الخاصة بالعاملين. لذلك البرامج التدريبية يجب أن تصمم لكي تحقق عنصر أو أكثر من هذه العناصر. إذن حددنا الأفراد، حددنا الفئة المستهدفة من عملية التدريب، الآن نبحث عن تحديد والإجابة عن السؤال الثاني، نوع التدريب المطلوب. فإذا حددنا هذه الفئة، بالتالي من السهل أن نحدد نوع التدريب. هذا التدريب ممكن أنه يضيف لنا لهؤلاء الأفراد معارف جديدة، ممكن هم عندهم معرفة قديمة نبحث عن تجديدها، ممكن أيضاً يحتاجوا إلى تعليمهم على طرق جديدة في الإنتاج والعمل، ممكن يحتاجوا إلى خبرات فنبحث عن كيفية تدريب هؤلاء ونقل هذه الخبرات من المدربين إلى المتدربين حتى يستطيعوا أن يباشروا عملهم ويتغلبوا على أي مشاكل من خلال هذه الخبرات التي قد تعوق عملهم من خلال التطبيق العملي. أيضاً قد نحتاج نوع تدريب لتغيير السلوك أو تغيير الاتجاهات. إذن
نبحث من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية بعد تحديد الفئة المستهدفة وتحديد نوع التدريب إلى أن نحقق أكثر من عنصر من هذه العناصر التي تحدثنا عنها في عملية تطوير الأداء لدى الأفراد. ننتقل للعنوان الثاني المهم اللي ممكن نتحدث فيه وهو مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية. مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية. طب قبل لكن مين المسؤول عن عملية التدريب في المؤسسة؟ هي دائرة شؤون الأفراد، دائرة الموارد البشرية. هذه إذا كان في حال داخلي، لكن قد يكون بعض المؤسسات تلجأ إلى مؤسسات استشارية للتدريب، وهناك مراكز كثيرة ومؤسسات متخصصة في التدريب خارجية. إذا قد يكون التدريب داخلي وقد يكون خارجي، قد يكون محلي، قد يكون بالسفر إلى الخارج، قد يكون بالمعايشة، وقد يكون عن طريق العديد من المجموعات والأساليب التي يمكن أن نستخدمها في التدريب. لكن إذا أنا بدي أقوم بعملية التدريب، ما هي المصادر التي يمكنني من خلالها أن أحدد وأن أتعرف على الاحتياجات التدريبية؟ هناك العديد من المصادر، هناك العديد من المصادر التي يمكن أن أتعرف من خلالها على الاحتياجات التدريبية. طبعاً هذه المصادر كلها تساعد على التعرف على احتياجات الفن، تساعد على التعرف على احتياجات الفن. يمكن نتكلم عن مصادر، وسنتحدث غالبا عن 7 أنواع من هذه المصادر التي يمكن أن نتعرف على الاحتياجات التدريبية من خلالها. يمكن الاعتماد على واحدة من هذه المصادر، كما يمكن الاعتماد على أكثر منها وأكثر من عنصر أو أكثر من مصدر من هذه المصادر. وبنأكد أن كلما تعددت المصادر كانت الدقة في تحديد الاحتياجات بدقة أكبر. لما تعددت المصادر التي يمكن التعرف على الاحتياجات التدريبية للعاملين من خلالها، كلما زادت دقة هذه الاحتياجات التدريبية. أول هذه المصادر هي توصيف الوظائف. توصيف الوظائف، توصيف الوظائف والأعمال ومقارنتها بمؤهلات وخبرات شاغلي هذه الوظائف. إذن المصدر الأول من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية هي توصيف الوظائف والأعمال ومقارنتها بمؤهلات وخبرات شغلها. ماذا نقصد بوصف الوظائف؟ وصف الوظائف خطوة مهمة في إعداد الوصف الوظيفي في المنظمات. أيضاً وصف الوظائف مصدر أساسي في التعرف على الاحتياجات التدريبية، مصدر أساسي في التعرف على الاحتياجات التدريبية. توصيف الوظائف يتضمن مجموعة من الوظائف والأعمال التي يجب أن تمر بمجموعة من المراحل. ما هذه المراحل اللي يمكن من خلالها أن نصل إلى توصيف الوظائف؟ ولننظر أهميتها ونقارن أهمية وعلاقة توصيف الوظائف بتحديد الاحتياجات التدريبية كمصدر أساسي من مصادر تحديد الاحتياجات التدريبية والتعرف عليها. إذن المصدر الأول من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية توصيف الوظائف والأعمال ومقارنتها بمؤهلات وخبرات شغلية. دائما وصف الوظائف أو التوصيف الوظيفي بتحدث عن جانبين كميزان، وصف للوظيفة للأعمال، وصف للوظيفة اسمها وغرض منها وغايتها، والمواصفات الوظيفة التي أي المواصفات التي يجب أن تتوفر أو يتمتع بها شاغل هذه الوظيفة، شاغل هذه الوظيفة. وصف الوظائف، إن إعداد وصف للوظيفة يتطلب تحليل كامل لطبيعة ومدى كل واجب من واجباتها. إنها الوصف الوظيفي حد من يبدأ من اسم الوظيفة والغرض منها والواجبات الأساسية للوظيفة وخطوط السلطة ومتطلبات الوظيفة المالية والبشرية وحدود السلطة. تمام؟
فإعداد وصف للوظيفة يتطلب أن يكون هناك تحليل كامل لطبيعة ومدى كل واجب من واجباتها. هذا يفترض أن يكون الوصف مكتوب، عبارة عن وثيقة مكتوبة تصف بشكل واضح ومحدد وبشكل كامل كل واجبات ومسؤوليات ومتطلبات الوظيفة. طبعا نموذج وصف الوظائف اللي بتم وضعه في نماذج تحديد احتياجات تدريبية يجب أن يحتوي على مجموعة من المعلومات اللي تحدثنا عنها، زي الوصف الوظيفي، في الوصف الوظيفي وهي اسم الوظيفة والغرض أو الغاية من الوظيفة والواجبات الأساسية للوظيفة، خطوط السلطة ومتطلبات الوظيفة المالية والبشرية وحدود السلطة. لازلنا في الحديث عن توصيف الوظائف والأعمال ومقارنتها بمؤهلات وخبرات شاغليها باعتبارها أحد مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية. حدثنا عن وصف الوظائف، في هذا عنوان أساسي تحت هذا العنوان، في أيضا مواصفات الوظيفة. إذا تحدثنا عن وصف الوظائف قلنا هي التحليل الكامل لكل الواجبات بشكل مكتوب ومتطلبات هذه الوظيفة، ننتقل إلى الجانب الآخر في توصيف الوظائف وهو الحديث عن مواصفات شاغل الوظيفة. ما هي المهارات الخبرات التي يجب أن يتمتع بها؟ إن مواصفات الوظائف تشتمل على تحديد ومعرفة المعلومات والسلوك والمهارات الواجب توفرها في شاغل الوظيفة، لأنه إحنا التدريب يبحث عن إكساب الموظف، إما معارف أو مهارات أو اتجاهات أو تغيير سلوك. فبالتالي مواصفات الوظائف تحدث عن الجوانب الأساسية في المهارات والمعارف والسلوك والاتجاهات الواجب توافرها لدى شاغل هذه الوظيفة، وبكون الغرض من هذا التحديد للمواصفات حتى نستطيع التغلب على نقاط الضعف والنقص في شاغل هذه الوظيفة. أيضا في حديثنا عن توصيف الوظائف باعتبارها المصدر الأول في مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، حدثنا عن وصف الوظائف ومواصفات الوظائف، ننتقل الحديث عن النقطة الثالثة، دليل النتائج. دليل النتائج يعني تحديد تلك الجهود والنشاطات التي تقود إلى زيادة الكفاءة وبالتالي زيادة النتائج. دائما النتيجة هي شيء مرغوب في المستقبل، النتائج المرجوة، وعلى أن يتم ذلك يتم وضع نظام الأولويات حيث تعطى الأهمية الأكثر للجهود والنشاطات التي تؤدي إلى تحقيق أكثر الأهداف أهمية وحيوية. النقطة الرابعة التي تندرج تحت المصدر الأول من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية وهي تحديد الأهداف. تحديد الأهداف في هذه المرحلة طبعاً زلنا في تحديد الاحتياجات التدريبية، المصدر الأول توصيف الوظائف. في هذه المرحلة بتم تحديد أهداف العمل على المستوى الفردي، نتكلم عن التدريب، والتدريب يتعلق بالأفراد، بحيث يطلب من كل موظف أن يقوم هو نفسه بتحديد أهدافه المتعلقة بالوظيفة التي يشغلها. تحديد هذه الأهداف طبعا بيكون له علاقة وصلة قوية مباشرة بوصف الوظيفة. أنا بدي أطلب الموظف حدد لي أهدافه لهذه الوظيفة من في سياق وتحت مظلة الوصف الوظيفي. طبعا من الأهمية ومكان معرفة الحاجة للتدريب، ينبغي إذا أردنا التعرف على هذه الحاجة أن نبدأ بتصنيف الوظائف، أن نبدأ تصنيف الوظائف، وأن نضع لكل صنف من هذه الوظائف المؤهلات والخبرات اللازمة لأدائها على الوجه الصحيح، وبعد ذلك بإمكاننا التوجه بالتدريب نحو تحقيق أهدافه، بالتالي أن يحقق لنا ما يلي: تدريب ذوي المؤهلات، عملنا تصنيف المؤهلات، تدريب ذوي المؤهلات الأقل حتى نصل بهم إلى مستوى المؤهلات اللازم توفرها، وتدريب ذوي المؤهلات اللازم الوظائف اللي بيشغلوها بقصد إكسابهم الخبرة العملية اللازمة لحسن الأداء، بالإضافة إلى تدريب جميع العاملين في المنظمة للإلمام بأهدافها حتى يمكن أن يتم العمل في صورة تعاونية. إذن لازلنا في معرض حديثنا عن مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، تكلمنا حتى الآن عن المصدر الأول من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية وهو توصيف الوظائف،
واعتبرنا أن العديد من المصادر موجودة يمكن أن نعتمد على واحد أو أكثر منها، لكن في توصيف الوظائف قلنا في المر بمراحل منها وصف الوظيفة ومواصفات الوظائف ودليل النتائج وتحديد الاحتياجات. الآن ننتقل للحديث عن المصدر الثاني من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، وهو معدلات الأداء. معدلات الأداء، معدل الأداء، ما هو معدل الأداء؟ معدل الأداء هو مقياس أو مصدر يقاس به مدى قيام الفرد بعمله، مصدر يقاس به مدى قيام الفرد بعمله. وحنلاحظ أنه الآن حنتكلم عن مقياس لكمية الإنتاج خلال زمن محدد، كمية الإنتاج خلال زمن محدد. نبحث عن إيجاد علاقة من خلال معدلات الأداء باعتباره مصدر قياس، هذه العلاقة تكون فيها ربط بين الإنتاج والوقت المحدد أو اللازم للإنتاج. إذن معدل الأداء هو مصدر يقاس به مدى قيام الفرد بعمل، وهو يحدد كمية الإنتاج المفروض أن يؤديه شاغل الوظيفة في زمن محدد، وهو وسيلة فعالة لإيجاد علاقة تربط بين الإنتاج والوقت اللازم للإنتاج وكم معين من الوحدات. إذن تحدث عن علاقة قوية واضحة بين معدلات الأداء والاحتياج التدريبي. فعلا أنا إذا الأداء ممتاز وجيد يختلف عن الأداء المتدني أو المنخفض، يختلف عن جودة الأداء، لأن كل هذه مؤشرات عن احتياجات تدريبية. إذا أحتاج تدريب كبير ولا قليل، أو لا أحتاج تدريب أصلا في هذه المرحلة، قد يكون في مرحلة لاحقة أحتاج. إذا علاقة قوية نأكد أنها موجودة بين معدلات الأداء والاحتياجات التدريبية. ما هي إشكال هذه العلاقة؟ مثلا انخفاض معدل الأداء هو عبارة عن مؤشر يدل على حاجة العامل إلى التدريب على أساليب جديدة في الإنتاج تؤدي إلى رفع كفاءته. واضح في عندي أداء ضعيف، إذن بحاجة للتدريب. معدلات الأداء تساعد على تقسيم الأفراد إلى مجموعات متقاربة من ناحية تنظيم التدريب المطلوب لكل مجموعة، كل مجموعة تحتاج تدريب معين وفقا إلى معدلات الأداء. معدلات الأداء تساعد في وضع البرامج التدريبية اللازمة للوصول بالأفراد إلى المستوى المطلوب للعمل. أيضا معدلات الأداء تعتبر مقياسا يمكن أن تقاس به كفاءة وإنتاجية العامل، مما يساعد على كتابة التقارير المختلفة والتي تحدد طرق تنميته فنيا وإداريا. نتحدث عن أيضا معدلات الأداء، لا يفوتنا إلا أن نتحدث عن أنواع معدلات الأداء. أنواع معدلات الأداء، إحنا هنتكلم بشكل أساسي عن أربع أنواع أساسية من معدلات الأداء، وهي معدلات كمية ومعدلات نوعية ومعدلات زمنية ومعدلات خاصة. المعدلات الكمية نتناول فيها عدد وحدات العمل المطلوب أو اللازم إنجازها خلال فترة زمنية محددة. أما المعدلات النوعية، نوعية يعني وصفية، يعني ممكن نتكلم عن جودة أو مستوى الجودة اللازم لأداء عمل معين معبر عنه بنسبة الخطأ التي حدث أو تحدث في الأداء. أما المعدلات الزمنية فتتناول الوقت اللازم لإنجاز عمل معين، لأن المعدل قلنا هي مقاييس، هي مقاييس. بالإضافة، أما المعدلات الخاصة فهي المعدلات التي تتناسب طبيعة أعمال معينة من نوع خاص. مرة أخرى، معدلات الأداء هي مصدر يقاس به مدى قيام الفرد بعمله، يعني الإنتاج خلال فترة زمنية محددة. عندنا علاقة قوية بين معدلات الإنتاج والاحتياجات التدريبية. أنواع معدلات الأداء عندنا معدلات كمية ومعدلات نوعية ومعدلات زمنية ومعدلات خاصة. معدلات خاصة، وهناك أيضا مجموعة من مبادئ الواجب مراعاتها عند وضع المعدلات، لأن وضع المعدلات موضوع مهم بناء عليه بترتب تقييم وأداء واحتياجات ورسم خطط تدريبية وغير ذلك. إذن بالتالي لازم نراعي مجموعة من المعايير والمبادئ عند وضع هذه المعدلات، لتكون موضوعية ومقبولة لدى القائمين بالعمل،
يجب أن يتمكن الفرد العادي من الوصول إلى هذا المستوى من معدلات الأداء بدون عناء. يعني ما بدها تكون تعجيزي لهذه المعدلات، لا، بدها تكون فيها نوع من الطموح صحيح، لكن ليست مستحيلة، صعبة لكن ليست مستحيلة، أن توضح معدلات الأداء الواجبة الدائمة، الواجبات الدائمة للوظيفة، من توضع معدلات الأداء للواجبات الدائمة للوظيفة اللي مش متغيرة أساسية، أن تكون معدلات مرنة بحيث تناسب ظروف أو تتناسب مع ظروف وطبيعة العمل، موضوعية مناسبة لظروف العمل ومرنة، وتساهم طبعا برامج التدريب في رفع مستوى أداء الأفراد، بالتالي الوصول إلى معدلات الأداء المطلوبة منهم. حتى الآن تحدثنا عن اثنين من المصادر للتعرف على الاحتياجات التدريبية، الأول توصيف الوظائف والأعمال مقارنتها مؤهلات وخبرات شاغليها، اثنين معدلات الأداء. ننتقل الحديث على المصدر أو عن المصدر الثالث وهو تقارير الكفاءة باعتباره مصدر التعرف على الاحتياجات التدريبية، وهي تعبر عن خلاصة رأي الرئيس في مرؤوسيه خلال فترة معينة اللي من خلالها يبين نقاط القوة والضعف في أعمال هذا الموظف. إذن تقارير الكفاءة هي مصدر من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، تقارير الكفاءة تعبر عن خلاصة رأي الرئيس في مرؤوسيه خلال فترة زمنية محددة، بتبين من خلالها أو خلال هذه الفترة ما هي نقاط القوة، ما هي نقاط الضعف في أعمال المرؤوسين. طبعا نؤكد أن هناك علاقة قوية بين تقارير الكفاءة والاحتياجات التدريبية، ممكن نلخصها في أن التقارير تعتبر وسيلة لتقدير الاحتياجات التدريبية السنوية، فعلا وسيلة أساسية لأنها تظهر النقص في خبرات وسلوك واتجاهات العامين أثناء ممارسة أعمالهم، تبين نوع التدريب الإضافي لرفع مستوى الأداء، وتوضح التقارير أيضا فئات العاملين المطلوب ترقيتهم لوظائف أعلى ونوع التدريب اللازم لهم قبل شغلهم للوظائف الجديدة، وتبين التقارير أيضا مدى الحاجة إلى تجديد معلومات وخبرات بعض العاملين اللي أمضوا مدة طويلة ولم يحصلوا خلالها على التدريب المطلوب، بالتالي هم بحاجة إلى تحديث وتجديد ما لديهم من معلومات وخبرات. كما أن التقارير تبين مدى الحاجة إلى تدريب العاملين الجدد، ودائما تدريب العاملين الجدد يحظى بأهمية خاصة في المؤسسات من أجل تعريف أولا بأهداف المنظمة والمؤسسة حتى يندمج هذا العامل فيها. بنأكد إحنا أن التقارير تظهر مدى الحاجة إلى تنمية وسائل النهوض بالنواحي السلوكية والتعاون المتبادل بين الأفراد والأقسام، الأفراد والأقسام المختلفة. المسؤول ينبغي أن يعمل من خلال التدريب إلى إيجاد تعاون وثيق بين العاملين في شؤون الأفراد حتى يتمكنوا من الاطلاع على تقارير الكفاءة السنوية وتحديد أسماء العاملين المطلوب تدريبهم، بالإضافة إلى نوع التدريب المطلوب لهم. بعد الحديث عن تقارير الكفاءة باعتبارها مصدر التعرف على الاحتياجات التدريبية، ننتقل والحديث عن المصدر الرابع من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، وهو آراء الرؤساء في رفع كفاءة الرؤساء بوحداتهم. إذ أن آراء الرؤساء مهمة، من أهم مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية. لماذا؟ لأن الرئيس هو أكثر من يكون على صلة مباشرة بالموظف والمرؤوسين الأدنى منه، بالتالي يمكن تحديد المشاكل القائمة لديهم ويمكن علاجها عن طريق التدريب، لأن هذا الرئيس عادة ما هو يكون ملم وإلمامه عالي بعمل مرؤوسيه بدرجة إتقان كل منهم لعمله، وبالتالي ما ينبغي أن يكون عليه هذا الموظف، ما هو المستوى الأفضل، مستوى الإنجاز اللازم اللي يكون عليه هذا الموظف، بالتالي بسهولة هذا الرئيس يمكن أن يحدد ما هي نقاط الضعف في المرؤوسين وما هو نوع التدريب المطلوب لهم. المصدر الخامس من مصادر التعرف على احتياجات التدريبية هي آراء العاملين أنفسهم. تعرفنا على آراء الرؤساء، الآن العاملين نفسهم ومدى كفاءتهم يمكن أن نتعرف عليه. إذن آراء العاملين أنفسهم ومدى كفاءتهم في العمل مصدر أساسي من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، إذ يعتبر العامل نفسه أقدر شخص على تحديد ما يحتاجه من تدريب لازم حتى يعطي عمله ويعطيه على أكمل وجه، وبالتالي
يمكن معرفة ذلك بسهولة. كيف طب كيف يمكن أن نتعرف على آراء العاملين أنفسهم ومدى كفاءتهم؟ من خلال الاجتماعات اللي يمكن يعقدها مسؤول التدريب مع العاملين أنفسهم حتى يتعرف على نواحي الضعف في الأداء والتي يمكن علاجها بالتدريب، وتساهم استمارات استقصاء التي ترسل للعاملين في التعرف على نوع البرامج التي يحتاجونها أو يحتاجون إليها من أجل رفع أدائهم. إذن آراء العاملين مصدر خامس من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، من خلال الاجتماعات ومن خلال استمارات أو استبانات الاستقصاء يمكن التعرف على احتياجاتهم التدريبية. المصدر السادس والقبل الأخير يمكن نتحدث عنه، ممكن نتحدث عنه من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، هو تقارير التفتيش وأجهزة الرقابة. هذه التقارير من وسائل التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد الاحتياجات التدريبية، لكن مشروط بأن تكون هذه التقارير الخاصة بالتفتيش بأجهزة الرقابة أن تكون تحليلية، بمعنى تتناول العمل جملة وتفصيلا، وبتتناول أيضا مستوى الأداء جملة وتفصيلا. إذن هي من وسائل التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد الاحتياجات التدريبية، لكن بشرط أن تكون تحليلية، بمعنى أن تتناول العمل جملة وتفصيلا وأن تتناول مستوى الأداء جملة وتفصيلا. والواقع أن جهاز التدريب أو جهاز التفتيش مسؤول بدرجة كبيرة عن تحديد حاجات التدريب ونوع التدريب. النقطة الأخيرة نتحدث عنها المتعلقة بالبند السابع من مصادر أو المصدر السابع من مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، هي تغيير نظام العمل وظروفه. والله إذا كان عندنا النظام العمل تم تغييره في هذه المنشأة فهي تحتاج إلى تدريب من جديد. إذا تغيير نظام العمل وظروفه إذا تغير هذا مصدر بدل أنه أنا أحتاج لتدريب للعاملين. طبعا يتلخص نظام العمل في أي منظمة بإحدى الاحتمالات. أولا كيف يتم تغيير نظام العمل؟ أنه يتم إعادة تنظيم المنظمة ككل أو جزء منها، أنه يتم استخدام أساليب جديدة في العمل أو إجراء تعديلات في نظام العمل أو طرق الأداء، وأن يتم صدور قوانين أو لوائح جديدة تؤثر على أعمال العاملين. إذا تغيير نظام العمل يمكن أن يحتاج أو يساهم كمصدر أساسي في التعرف على احتياجات التدريبية. بهيك احنا بنكون وصلنا الى ختام هذا التسجيل وهذه المحاضرة المسجلة في الفصل السادس اللي يتعلق بالتدريب في الإدارة. احنا تكلمنا عن مفهوم تحديد الاحتياجات التدريبية، وتكلمنا عن مصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية، على امل ان نلتقي ان شاء الله تعالى في لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.